بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أشارك في جني ثمار مجهود غير عادي في زمن محدود جداً لتنفيذ مشروع كان شبه مستحيل. اسمحوا لي سيادتكم بتهنئة شعب مصر والمواطن السكندري بشكل خاص بإنجاز تنفيذ محور أبو ذكري الذي يساهم بشكل كبير جدا في حل أزمات المرور بالإسكندرية الكبرى. وشرفت أيضا بالمشاركة والمتابعة وإبداء المشورة أثناء التنفيذ مع أبنائي وزملائي ضباط القوات ضباط الهيئة الهندسية، الضباط المهندسين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والزملاء الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية، والشركات الوطنية المنفذة للمشروع. وكان الجميع أسرة واحدة متآلفة على مستوى المسؤولية والالتزام. المشروع عملاق بحق لما به من صعوبات في تنفيذه نظراً لمرور كامل مساره في بحيرات وملاحات كما ذكر بقعها أمطار من الملح، ومسار مصارف بها أمطار أخرى من الترسيبات غير الطيبة التي لا تفيد في شيء، وكان يلزم تطهير كل هذه الترسيبات من الأملاح و ما هو موجود في مسارات المصارف. كان يلزم هذا التطهير قبل إنزال مكونات الردم لجسم الطريق. التخطيط الهندسي تطلب ارتفاع ظهر الطريق عن المياه المجاورة على الجانبين بقدر متوسط 6 متر لاستيعاب الهبوط اللي يحدث لتكوينات الطين التحتية اللي هي تحت مستوى المية في القاع، واستيعاب الميول العرضية والطولية للتخطيط. وبالشكل ده أصبح الردم عمقه لا يقل عن 8 متر، وده حمل كبير على تربة رخوة من طين ضعيف محتواه المائي كبير قابل للانضغاط، بنقول عليه بكر، تيجي عليه الأحمال ينقص حجمه، يبقى لو أنشأنا عليه يبقى الطريق هيهبط، يبقى في الاتصالات بتاعته مع الأجسام الصلبة المرتكزة على خوازيق زي الكباري هيبقى فيه ركبة باستمرار وفي كل وقت. الهبوطات المقدرة أو اللي قدرت للكلي للطين المتواجد بشكل عشوائي، السمك قليل وكبير على طول المسار، تراوحت من 30 سنتي إلى ما يزيد عن المتر هبوط. فالهبوط الكبير اللي بنتكلم عنه ده إذا لم تؤخذ له الاحتياطات هو كان يستغرق عشرات السنوات وما يفتتحش طريق. فهل
من المعقول أن ننتظر هذا الوقت عشان نفتح الطريق؟ أبدا. فلا بد كان من التدخل بتحسين حالة الصرف للطين بمصارف رأسية. النوع اللي استخدم في حالتنا كان أعمدة الرمل الرأسية اللي هي بتصل لتكوينات الرمل السفلية اللي تحت الطين على طول، وفوقيها ردم الرمل، فأصبح عمود الرمل محصور بين رملين، المية لما تروح له سهلة الحركة، لأن نفاذية الرمل مليون مرة، 10 مليون مرة النفاذية بتاعت الطين. النفاذية يعني سرعة السريان. فنفذنا الأعمدة الصرف الرأسية على مسافات حسب طبيعة الطين تراوحت بين 2 و3 متر، عشان يكون مسافة سريان الماء متر إلى متر وربع إلى متر ونص أفقيا، وتمشي في المصرف رأسيا. ده عجل بالهبوط من عشرات السنوات إلى بضعة شهور، عجل بالقدر اللي احنا محتاجين نمتصه قبل ما نشطب الطريق عشان يفتتح للمرور. واطمنا من المنحنيات بتاعتنا بتاعت الرصد في الطبيعة ورسمها، ان المتبقي يبقى في الحدود الفلانية اللي هي 20-25% من الهبوط، ودي يمكن متابعتها في الصيانات الدورية اللي هي عادة بتتعمل للطرق، وما فيش عندنا يبقى في مشاكل في هذا الموضوع. المتبقى من الهبوط زي ما انا قلت هيستنفذ باذن الله في الصيانات الدوريه. وختاما اطمئن سيادتكم وشعب مصر بانه قد تم اخذ كل ما يلزم من الاحتياطات الفنيه طبقا للمواصفات والمعايير العالميه، ويكون المحور بذلك صالحا للتشغيل. والسلام عليكم ورحمه الله. دكتور عبد السلام، انا بشكرك وبرحب بيك الاول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وسعيد يعني باشرافك على المشروع الكبير ده. واسمحوا لي بس ان انا ادي خلفيه بسيطه كده. من حوالي سنه ونص او 2 تقريبا حصل، مش كده؟ سنه ونص. حصل نقاش على ان بناء الطريق في البحيرات يعني ممكن يسبب مشكله كبيره جدا. واحنا حضرنا حتى يعني كان بدي تدشين المرحله دي، والدكتور عبد السلام كان موجود، وقلنا له احنا عايزين رايك وعايزين اشرافك على المشروع. ده مشروع كبير قوي ومحور رئيسي، وعايزين نطمن ان احنا المسار الفني والهندسي اللي شغال بيه العمل يعني يطابق المعايير والمواصفات اللي احنا على الاقل مصممين الطريق عليها. وطبعا هو الكلام اللي بيقوله الدكتور عبد السلام النهارده بياكد لنا ان يعني ان ده، وخليني بس اقول ان المحور ده كان عباره عن نصين، نص كان موجود قبل كده، وطبعا خد وقته في الهبوط الثاني اللي هو القديم، يعني خد له 20 سنه ولا اكتر، فما بقاش فيه مشكله. فبقت المشكله في ان احنا لما نيجي نعمل المحور ده عايزين نطمن مش هنستنى بقى 20 سنه ثاني ولا حاجه، يبقى بشكل كويس يعني. فطبعا شرحه لنا الدكتور عبد السلام النهارده، او بياكد لنا ان الامور مطمئنه، وحتى لو حصل شكل من اشكال الهبوط في الاطار الطبيعي واللي محتمل ان احنا نتعامل معاه بسهوله، ولا ايه؟ طبعا. ها؟ اللي هو محتمل حدوثه في اي مشروع. في اي مشروع. اي مشروع. فاحنا اولا بنرحب بيك وبنشكرك وسعداء بالجهد اللي انت شاركت بيه، وانك انت يعني حطيت ثقل كبير قوي قوي، هو عباره عن السمعه والخبره الكبيره والعلم الكبير اللي موجود عند حضرتك في اخراج هذا المشروع بالشكل ده. فانا بشكرك
دكتور عبد السلام، وربنا يا رب يديك الصحة. شكرا، شكرا جزيلا دكتور.